الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة التاسعة. نتحول زميلة سارة نجيب وهذه المتابعة الاقتصادية إليك سارة. شكرا ليلى، شكرا أداء. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للتاسعة، أهلا بكم. استضافت الهيئة الوطنية للصحافة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر في ندوة حوارية موسعة تناولت عددا من الموضوعات المتعلقة بملف الكهرباء والطاقة المتجددة ومشروعات الربط الكهربائي مع عدد من دول الجوار. خلال الندوة تم التأكيد أن الكهرباء ملف أمن قومي شهد خلال السنوات التسع الماضية طفرة غير مسبوقة بدعم قوي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم زيادة 29 ألف ميجاوات إضافية للشبكة ليصل الإجمالي إلى 56 ألف ميجاوات. رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء توقعات وكالة فيتش التي أكدت أن سوق الاتصالات المصرية ستوفر مزيجا من الطلب القوي على الخدمات، بالإضافة إلى مجال كبير للنمو المتوازن خلال الفترات القادمة. وأكد المركز أن تقرير وكالة فيتش توقع بذل جهود مكثفة من قبل الشركات لرغبتها في تعميق العلاقات مع العملاء الحاليين في السوق، وستدعم خدمة الجيل الرابع النمو المستقبلي. هذا وتتوقع وكالة فيتش أن يتم تسويق شبكات الـ5G الجيل الخامس بحلول النصف الثاني من العام الجاري. أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالعلاقات العربية الصينية، مؤكدا أن التواصل بين الشعبين العربي والصيني شكل رصيدا من التفاهم والثقة المتبادلة. جاء هذا خلال مشاركة أبو الغيط في افتتاح أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والندوة الثامنة للاستثمارات اللتين تستضيفهما وزارة الاستثمار بالسعودية يومي 11 و12 من يونيو الجاري في الرياض. كما أشاد أبو الغيط بالجهود التي بذلتها المملكة للتحضير للفعاليات بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة وكافة الشركاء، مشيرا إلى أن هذه الاستضافة تأتي استكمالا لنتائج أول قمة عربية صينية عقدت نهاية العام الماضي في الرياض، والتي أعطت دفعة جديدة للتعاون العربي الصيني في كافة المجالات. نهاية جولتنا الاقتصادية للتاسعة، والآن عودة مرة أخرى إلى أداء وليلى. إليكم. شكرا لك سارة.